انطلقت صباح الأحد في النيجر الانتخابات الرئاسية التي يخوض فيها الرئيس الحالي محمد إيسوفو منافسة ضد 14 مرشحا للفوز بولاية ثانية على وعد بالقضاء على الإسلاميين المتشددين وتنمية الاقتصاد في واحدة من أفقر دول العالم. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في 8 صباحا بالتوقيت المحلي، لكن الانتخابات بدأت بوتيرة بطيئة، وقال شهود إنه تم توزيع مواد التصويت ووصل عدد قليل من الناس للإدلاء بأصواتهم. ويواجه إيسوفو الذي يسعى لولاية ثانية مرشحين من بينهم سيني عمر الذي يتزعم ائتلافا للمعارضة. ويقول منتقدون إن إيسوفو اتخذ إجراءات قمعية قبل التصويت، من بينها اعتقال أنصار للمعارضة وسجن القيادي المعارض هما أمادو لاتهامات تتعلق بعصابة لتهريب الأطفال. وتقول حكومة إيسوفو إنها تحترم القانون وإن الانتقادات الموجهة إليها ذات دوافع سياسية. ونفذت جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة التي تتخذ من نيجيريا المجاورة قاعدة لها سلسلة هجمات في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما اضطر السلطات لإعلان حالة الطوارئ بمنطقة ديفا في جنوب شرق البلاد.